اتكلمنا على تشكيلة الزمالك قبل الفاصل. الأهلي برضو التشكيل نزل، الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، هاني السولية، حمدي فتحي، عبد القادر، أفشة، برستاو، محمد شريف. كابتن فاروق، رأي حضرتك في التشكيل؟ يعني تشكيل النادي الأهلي ده متوقع، يعني كان وليد قال على التشكيل وتشكيل نادي الزمالك ممكن إسماعيل قال عليه. النهارده أنت عندك اتنين بيلعبوا في مكان غير مكانهم. أولا أنت بتلعب بسيد نيمار، زي ما قلنا هيلعبوا بتلاتة أربعة تلاتة أو تلاتة خمسة اتنين، يعني اتنين واحد. المهم أنا بتكلم على نيمار. نيمار في الحتة دي هيبقى عنده مشكلة. المشكلة اللي هتقابل نيمار إن هو بيلعب الحتة الهجومية عنده عالية أوي، هنا ممكن يتفتح جبهة تبقى صعبة عليه. الجبهة دي هيبقى فيها علي معلول وفيها عبد القادر، ودي مشكلة. يعني أنت برضك عشان تكسب الماتش أو عشان تحافظ على الكيان بتاعك أو قدراتك لازم الناحية الدفاعية تكون منضبطة، والناحية الدفاعية ما تبقاش منضبطة من نص الملعب، الناحية الدفاعية تبقى منضبطة من التلت الأخير في الملعب اللي هو فيه نيمار. نتمنى إن شاء الله نيمار يكون الراجل مديله درس بشكل كويس. الناحية التانية برضك أنا هتكلم على عبد الله جمعة. عبد الله جمعة من اللعيبة كويسة، يعني الناحية الهجومية عنده أفضل من الناحية الدفاعية، لكن هنا الناحية الدفاعية بقى عنده مشكلة، إنه هيبقى في الحتة دي بيرستاو وهو يبقى موجود هنا، السرعة هيعطله، بجانب ان انت هتفقد الناحيه الشمال بشكل. يعني انا اتوقع برضك زي ما اتكلمنا عن نص الملعب، لازم النص الملعب هو يكون حزام الاداء لنادي الزمالك زي ما هيكون حزام الاداء لنادي الاهلي. نتمنى ان نادي الزمالك يكون موجود في نص الملعب. لو اتكلمنا عن محمد اشرف او امام عاشور، امام عاشور لازم يقوم بدور صانع الالعاب، ان ما تقدرش تلعب بدور صانع الالعاب من على الاطراف هيبقى صعب جدا.